تعالوا. الحمد لله على السلامة، أنت منيح؟ أنا منيح يا زهرة. لا تزعجي حالك. شو قالت الشرطة؟ قالوا لي التاكسي صار عليها أضرار كتيرة. شفتوا لها فيصل؟ لا يا رضا، هلا وقتها نحن احترق قلبنا عليك وانت لساتك عم تحكي على التاكسي وفيصال. يا الله دخيلك. بابا انت لا تاكلهم، قالوا انه ما في اضرار بالتاكسي، وقالوا انه العم فيصال بالمخفر كمان. شو يا زهرة، تركتوا البناية فاضية؟ ايه علينا يا رضا، هلا مو وقتها للبناية. بنتي انت فينك تروحي، يا ريت تاخدي لعمر وتروحي. لا بابا انا ما بدي، انا بدي ضل معك هون. مين رح يساعدني بهالبناية الضخمة انا؟ ايه صحيح، انت لازم تساعدها لاختك. البناية هلا صارت بامانتكم يا ابني. الف الحمد لله على السلامة يا بابا. ماشي بنتي؟ مسك ايد اختك. ايه حبيبي دير. لا تقلقي يا امي. انا ما حابب اسمع ولا كلمة عن اللي صار يا زهرة ابدا. ولا هيك لا تعبسي، ان شاء الله مرقت وراحت على خير. الشكر لله، الشكر لله يا رضا. مرتاح هيك؟ منيح هيك؟ أنا منيح. إيه منيح الحمد لله. حكي يلا. بابا أنا هلأ رايح الشغل. مشان الله سامحني. يا ابني شو حابك تصير رجال؟ يا ريت تصير رجال. هالشي بكفيني. أبوك نام؟ الحمد لله صحته صارت تمام. إذا تركته رح يقوم ويروح، بعتقد رح يخرجوا. كل شوي عم يسأل عن البناية. حرام والله، حرام هالشي، حرام. اطلع على هالناس كلهم عم يستنوا حدا. مشكلة فوق مشكلة. دخيلة تقبرني يا أمي يا حبيبي. مرقت مرقت والله مرقت، الحمد لله مرقت على خير. بكرة بس تبوس إيده لأبوك رح تشفى كل جروحه. هالجرح ما بيتسكر بسهولة يا أمي،
لا تعامليني مثل الاولاد. حاج تجي تداريني. شوي شوي على مهلك. ايه على مهلك. ساعدوا. رضا على مهلك شوي شوي. يلا عود على مهلك بالسيارة، لا تستعجل، دير بالك على الجرحة، دير بالك، فوت فوت فوت. أيوة أيوة يلا اركب ابني بالسيارة. أوه يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.